وضعي اللي كنلقيو خصك تحافظ عليه، كل عاوز يلقاك يتحمل المسؤوليه ديالو ان اي وضعيه درنا بها البزاله ولا نقيناها وكادينها الا عاودت ديك الوضعيه رجع تحمل فيها مسؤوليتك. ما كانش ولا ليك القهاوي نعطي راسك ديال القهاوي ديال المحلات التجاريه الشرطه الاداريه تخرج الشرطه الاداريه وتنسق مع الشرطه الاداريه ماشي مقدم لنا عندهم يداري شي حد من القهوه يقول لي حيد بلاصه واحد اخر سمح لي تكون كامل دعوه السلطه كتسير نفس هذا رجال السلطه اي حاجه ما فيهاش اجتهاد نسقوا مع الرؤساء ديالكم رجال السلطه ونسقوا مع الاخوان ديال الشرطه الاداريه حيدوا شي مخالفه تحيد مره الله يعطيك الوضعيه حافظوا عليها التعليمات الجديده انه التنظيم ديال الباعه اللي كيحتلوا الملك العام الجماعي بدون سند قانوني كاينش التساهل ولا كاينش التراجع اي حاجه بالقانون الوطني صافي كنشكروا الاخوان ديال الامن والاخوان ديال الشرطه الاداريه والساده رجال السلطه والساده اعوان السلطه والاخوان ديال المجتمع المدني والاخوان ديال الصحافه اللي مشكورين الاخوان ديال الصحافه من 7 الصباح هما معنا في الحملات شكرا لكم جميعا والله يجزيكم بخير والله يوفقنا لفعل الخير لهذ البلاد الله يجزيكم بخير شكرا اذا الاجتماع كان بخصوص اعوان السلطه و الجهاز الامني والشرطه الاداريه من اجل تحرير هذه المخالفات يعني والمعاينه ديال اي مخالفه ديال الملك العمومي انها يعني ما تعاودش ترجع الى رجعت هو المتحمل المسؤوليه ديالها الانضباط والصرامه والجديه كما عاينا رئيس الملحقه الاداري الامان الذي اعطى كلمته للحد من هذه المخالفات اللي كاينه دابا حاليا شعيب حسن جميع قواد الملحقه الاداري الامان حاضرين بقوه اجل الحد من هذا يعطي تعليماته من اجل يعني اي مخالفه تم النزع ديالها او يعني الاقتلاع ديالها ما تعاودش ترجع واللي كيتحمل المسؤوليه يعني هو الاعوان السلطه كل واحد على حساب الملحقه ديالو هذا هو اللي كاين حاليا الان كتنتهي هذه الحمله هذه اللي كان كيقودها رئيس الملحقه الاداريه الامان حجدي وديع المعروف بالصرامه والجديه والعطاء يعني اللي كيعطي الاوامر ديالو يعني قال لهم اي حاجه غنديروها الا ما تكونش في علم هاد التجار او المقاهي او المواطنين هذه هي الجديه والصرامه واي واحد كيحمل المسؤوليه الا وقع في الغلط ديالو كان معكم مراسل مصطفى زيزع من مدينه الدار البيضاء سيدي مؤمن عماله البرنوسي دمتم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.